من أنبائنا المحلية، أكد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بتنسيق كبير بين الوزارات المعنية حتى يتم القضاء على التعديات قبل أن تصبح أمرا واقعيا. وأضاف وزير الزراعة في مؤتمر صحفي أن مصر منفتحة على إفريقيا زراعيا بقوة من خلال إنشاء مزارع في العديد من الدول وبينها السنغال وزامبيا. كما أكد وزير الزراعة أنه سيتم نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الدول الإفريقية مع استهداف بلوغ عدد المزارع المصرية في إفريقيا 22 مزرعة كبيرة بحلول عام 2020. حاليا نتعاقد بخلاف الثمان مزارع اللي تم إنشائها. الأسبوع الجاي في مذكرة تفاهم بالنسبة لمزرعة في السنغال. في أواخر يناير هيتم توقيع اتفاقية إنشاء مزرعة في زامبيا، وده الحقيقة المزارع دي هتمثل نقطة محورية في التوجه الأفريقي لمصر في مجال الزراعة. الأولى إنه هذه المزارع بننقل فيها التكنولوجيا الزراعية المصرية في مجال الإنتاج الزراعي على حسب المحاصيل التي تجود في كل دولة من هذه الدول. النقطة الثانية ان احنا نفتح المجال للاستثمار الزراعي الخاص انه ينتقل الى هذه الدول من خلال وجود مزارع منشأة. المزرعة اللي ايضا في مزرعة بيتم بالفعل انشائها في اوغندا، واحنا بنهدف ان شاء الله على 2020 ان يصل عدد هذه المزارع إلى 22 مزرعة.